حسن أبو علي قاعد في قطار الجيزة، إيش قاعد تسوي يا حسن؟ مستنيين يا باشا. مستني إيه حضرتك؟ الجيزة. مستني القطار، طب ما تروح بطيارة. أنت بقالك كثير وأنت مستني. نركب عربية وأنت صدق لو ركب عربية كان من زمان وصل الحين. لأن قاعدين هناك وما يصير. هذه الشنطة المقطوعة. ليه والله لونها حلو. والله أحسن من السوداء. شوف. والله أنا جيت أنا وقفت عند الزرقاء والسوداء وقفت كذا محتار أخذ السوداء الزرقاء السوداء الزرقاء السوداء الزرقاء كنت أدري خليني أخذ السوداء. بس تدري الزرقاء أحسن ما تمسك وسخ. ما تشوف فيها التراب ما يبين عليها. وهذا قطار جاي هنا. الساعة 7 ها؟ الساعة 7 احنا هنا. ها؟ الله يسامحك من الساعة 7 احنا هنا. يوم 7 جينا الساعة 8 الا شوي. 7 ونص 10 شايف؟ 9 10 ساعتين. 11 ما ادري هو قال الساعة 10 ايش دراني. أنا قلت لك تبين نروح الباص بالباص. قلت لك قطار ولا باص؟ يلا. تعبنا أوي أوي أوي